بولندا تدفع بالأمور نحو مزيد من التصعيد مع روسيا، وموسكو ترد بأنها ستقوم بما يلزم لضمان أمنها. الرئيس البولندي أندري دودا يعلن عن استعداد بلاده لنشر أسلحة نووية على أراضيها حال قرر حلف الناتو تعزيز جبهته الشرقية في مواجهة نشر روسيا أسلحة نووية في روسيا البيضاء. ورداً على تعزيز روسيا لوجودها العسكري في جيب كالينينغراد الاستراتيجي على الحدود معها، وبعد تصريحات الرئيس البولندي قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن روسيا سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنها في حال نشر الناتو أسلحة نووية في بولندا. سيقوم الجيش بالطبع بتحليل الوضع في حالة المضي قدما في هذه الخطط، وفي كل الأحوال سيفعل كل ما هو ضروري ويتخذ جميع الخطوات لضمان أمننا. إعلان دودا جاء بعد قمة الناتو الأخيرة والتي تعهد خلالها باتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان فعالية الردع النووي ضد روسيا. وتشهد العلاقة بين موسكو ووارسو توتراً متصاعداً منذ بداية أزمة أوكرانيا، وكانت بولندا في طليعة الدول التي تزود أوكرانيا بالسلاح والذخيرة، وتعد ممراً رئيسياً لإيصال الأسلحة والمساعدات العسكرية الغربية لكييف، كما تقوم بولندا بعمليات تدريب وتأهيل للقوات الأوكرانية. وتزايد التوتر في يونيو العام الماضي بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن نشر بلاده أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء المجاورة لبولندا.